هي ساعات الحسم كما ذكر الكثير من المحللين على المستوى الدولي. في قلب دولة النيجر، المجلس العسكري اللي أطاح بالرئيس محمد بزوم رئيس دولة النيجر السابق، المجلس العسكري أعلن طبعا حالات الطوارئ إلى درجة أن هو أصدر قرار بإغلاق المجال الجوي في قلب دولة النيجر، طبعا تحسبا لتهديدات عسكرية متوقعة خلال الساعات القليلة القادمة إن لم يكن بالفعل بدأت المواجهات العسكرية ديت بعد تسجيل الحلقة، لأن كل دقيقة بتمر تعتبر بمثابة سنة كاملة في تطورات الأحداث فوق أراضي النيجر. في ذات الوقت اللي مجموعة الإكواس قالت احنا خلاص رتبنا ازاي هنتدخل عسكريا في قلب النيجر، في ذات الوقت اللي دولة فرنسا عقبت بوركينا فاسو لا لشيء إلا لمجرد ان هي قررت تواجه اي اعتداء عسكري على دولة النيجر، وقالت ان اي اعتداء على النيجر يعتبر بمثابة اعلان حرب، من حقنا جميعا ان احنا نتضامن مع النيجر. وبناء عليه فرنسا عقبت بوركينا فاسو بالاضافة الى مالي طبعا، زائد ان فرنسا اعلنت ايضا حالات الطوارئ وقالت يا كل الجالية في قلب فرنسا خلي بالكم دولة النيجر تعتبر بمثابة منطقة طبعا متوترة وقلقة جدا، ممنوع منعا باتا الاقتراب او التصور فيها، بالاضافة الى تداعيات كثيرة للغاية حصلت فوق الاراضي في قلب دولة النيجر اللي حنتوقف عندها خلال الحلقة دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم، معكم أحمد عبد الهادي من قناة مصر. فوق أراضي النيجر التداعيات متطورة زي ما قلت لحضراتكم في مقدمة الحلقة. عاوز أقول لحضراتكم إن عبد الفتاح موسى مفوض مجموعة إكواس اللي هي مجموعة غرب أفريقيا للشؤون السياسية والسلام والأمن أعلن منذ ساعات قليلة وقلب الحرف الواحد أن تم وضع خطة لجميع العناصر اللي هتستخدم في أي تدخل عسكري محتمل ضد النيجر، خاصة وأن المهلة الممنوحة للمجلس العسكري بتاع النيجر انتهت يوم الحد اللي فات. وبناء عليه طبعا احنا مش هنقول احنا هنوجه الضربة العسكرية للنيجر امتى بالضبط، احنا بنخطط وبنرتب وهنوجه الضربة القاتلة للنيجر. طيب ازاي؟ بناء على دعم الولايات المتحدة الامريكية وبناء على دعم فرنسا. فرنسا طبعا اعلنت عن دعمها لمجموعة الاكواس وقالت برافو، وسقفت لمجموعة الاكواس قالت برافو عليكم، لان كنتوا لما بتوجهوا ضربة للنيجر يبقى معنى ذلك انتوا اساسا بتتصدوا للارهاب اساسا في منطقة الساحل، واحنا بنحب الجماعة الافارقة، واحنا حريصين على مصلحة غرب افريقيا، واحنا حريصين على مصلحة النيجر، ما بننهبش منها اليورانيوم ولا الكلام ده كله، ولا بننهب منها الماس ولا الفحم ولا الكلام ده كله، انما فرنسا يا حيلتها حريصة على دولة النيجر. ده لسان حال دولة فرنسا. طبعا البي اللي هو مفوض إكواس للشؤون السياسية والسلام قال احنا بنمنح المجلس العسكري بالنيجر جميع الفرص الممكنة للتراجع عما فعلوه. المجلس العسكري بالنيجر رد على الكلام الفاضي ده كله ورد على تهديدات فرنسا وأغلق المجال الجوي للبلاد حتى إشعار آخر. طبعا تم إغلاق المجال الجوي للنيجر في مواجهة التهديدات بتدخل عسكري من قبل دول مجاورة اللي هي دول الإكواس، مدعومة طبعا بالقوة الفرنسية ومدعومة بالدعم الغربي والأمريكي. وأظهر موقع تتبع الرحلات الجوية اللي هو فلايت ريدر 24 أنه لا توجد طائرات حاليا في سماء النيجر. المتحدث باسم المجلس العسكري بالنيجر أكد أن القوات المسلحة في النيجر مستعدة للدفاع عن البلاد ولا تراجع عن كل القرارات اللي اتخذها المجلس العسكري، باعتبار أن دي إرادة شعبية مش انقلاب زي ما بتقول وسائل الإعلام الغربية. عاوز أقول لحضراتكم حاجة لاحظناها على المستوى الإعلامي، أن كل وسائل الإعلام الغربية بتستخدم المصطلح اللي هو الانقلابيون في النيجر أو الانقلاب في النيجر أو سلطة الانقلاب في النيجر. بعض وسائل الإعلام الأفريقية والعربية مع الأسف بدأت تستخدم نفس المصطلح ده، على الرغم من أن ذلك الذي يحدث في قلب دولة النيجر أنا بعتبره
بمثابة تحرر من عبودية فرنسا. اللي بيحصل في قلب دولة النيجر ثورة شعبية غير عادية نفذتها إرادة المجلس العسكري بالنيجر. ليه؟ ما فيش حاجة اسمها انقلاب يطيح برئيس موالي للدول الغربية وده يعتبر بمثابة انقلاب، لأن الرئيس محمد بازوم أساسا يعتبر بمثابة رأس الحربة للاستعمار الفرنسي في قلب دولة النيجر، فاتح النيجر على مصراعيها من أجل نهب الموارد الطبيعية بتاعة النيجر، بينما شعب النيجر عايش تحت خط الفقر. مفيش حاجة اسمها انقلاب ونكتشف ان فيه آلاف مؤلفة من الشباب بتاع النيجر وكبار بتوع النيجر في قلب الميادين بنفس الطريقة دي استجابة لنداء المجلس العسكري اللي قال لازم تكونوا أنتوا بمثابة الجيش الداخلي اللي يتصدى لأي مؤامرات داخلية داخل النيجر. فنكتشف أن الميادين كلها مليانة عن بكرة أبيها انقلاب إيه لمؤاخذة. ومع الأسف الإعلام العربي والإعلام الإفريقي بدأ يستخدم نفس المصطلحات، سلطة الانقلاب في النيجر. عاوز أقول لحضراتكم كمان أن بوركينا فاسو ومالي أعلنت أن هما سيعاملان أي تدخل عسكري خارجي في النيجر على أنه إعلان حرب ضدهم، ولذلك بدأت الدول الغربية تعاقب بوركينا فاسو بالإضافة إلى دولة مالي. تجمع حوالي 30 ألف من شباب النيجر في عرض للقوة في العاصمة بتاعة النيجر نيامي وسط حرارة مرتفعة جدا، ملوحين بأعلام النيجر وأعلام روسيا وأعلام بوركينا فاسو. ليه؟ كل الدول الداعمة للنيجر شباب النيجر رفعها في قلب الميادين تقديرا لهذا الدعم. طبعا بعض دول الإكواس مثل السنغال وساحل العاج أعلنوا عن استعدادهم للمشاركة في التدخل العسكري في النيجر بشكل واضح. علقت فرنسا مساعدتها التنموية وتلك المتعلقة بدعم الميزانية المخصصة لبوركينا فاسو عقابا لها على دعمها للنيجر. أي حد بيعلن بشكل مباشر أنه هو بيدعم المجلس العسكري في النيجر بيتم حرمانه من الميراث. دولة فرنسا عمالة بتنهب دول أفريقيا وتوزع عليهم المنح والدعم المشروط باعتبار أن فرنسا ولية نعمتهم، على الرغم من أن ده كله أساسا من الموارد بتاعة الدول الأفريقية. قالت دعت وزارة الخارجية الفرنسية مواطنيها في دول الساحل الإفريقي لاتخاذ أقصى درجات الحذر وعدم السفر إلى دول المنطقة المذكورة والابتعاد عن التجمعات فيها على خلفية أحداث النيجر. طبعا معنى ذلك أن فرنسا بدأت ترتب ترتيبات نهائية من أجل توجيه ضربة عسكرية للنيجر عن طريق مجموعة الإكواس. وقالت لا يزال التهديد الإرهابي في منطقة الساحل مرتفع ومخاطر الهجمات وعمليات الاختطاف مستمرة في منطقة الساحل اللي هي بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر والتشاد والبلدان المجاورة. مخاطر الإرهاب على الرغم من أن هم اللي جايبين الإرهاب في قلب المنطقة الأفريقية. احنا هنضحك على بعض، من الذي قام بتخليق القوى الإرهابية على مستوى العالم؟ كلها احنا عارفين ان دي ظواهر تم تخليقها بالتنسيق ما بين الخونة والعملاء في قلب المنطقة وما بين القوى الغربية. كانت البداية سنة 1928 في قلب القاهرة من خلال الصفقة القذرة السوداء اللي تمت وتم إبرامها ما بين حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان وما بين الاحتلال البريطاني في مصر. من يوميها لحد تاريخ النهاردة اتفرخ عن المشروع الاستعماري ده في المنطقة عشرات من القوى الإرهابية بيستثمروهم. إرهاب هتعملي بقى سعادتك؟ إرهاب ما انت هتعمل ايه؟ احنا خايفين عليك يا نيجر من الإرهاب، خايفين عليكم يا مجموعة يا بتوع الساحل اللي هم منطقة غرب أفريقيا من القوى الإرهابية. والحقيقة ان القوى الإرهابية بمثابة مرتزقة يعملون تحت قيادة القوى الغربية. فالست فرنسا بتحذر رعاياها بتقول خلي بالكم يا جماعة من الإرهاب. إرهاب مين؟ من انتوا الإرهاب؟ إرهاب مين؟ من انتوا القوى الاستعمارية اللي خلقت هذا الإرهاب في قلب المنطقة؟ ألا ما لندن حتى اللحظة الراهنة مستضيفة ومحتضنة
التنظيم الدولي لجماعة الإخوان والإدارة بتاعته في قلب مدينة لندن. ليه؟ لأن بريطانيا هي التي خلقت هذه القوى الإرهابية عبر المشروعات الاستعمارية بتاعتها في قلب المنطقة، وحزت الولايات المتحدة الأمريكية حزوها، بالإضافة إلى دول غربية أخرى أيضا خلقت كل القوى الإرهابية ديت على أساس تنفذ الأجندة بتاعتها. وسنة 2011 طبعا انفجروا في العداوة بتاعتهم للمنطقة إلى درجة أن هم عقدوا الصفقات القذرة مع هذه القوى الإرهابية الممثلة في جماعة الإخوان بالتنسيق مع رجب طيب أردوغان رئيس تركيا، وبدأوا تنفيذ مشروعهم إعادة تقسيم المقسم مرة أخرى تحت بند مشروع الشرق الأوسط الكبير. يعني أنت عاوز فجر أكتر من كده؟ لا. وفي بعض الناس اللي بتدافع عنهم يقولك إيه الإخوان ده مشروع ديني. مشروع ديني مين؟ لا ديني ولا دينك ولا دين أمك، ده مشروع استعماري. أي حد يقول غير كده يبقى مجموعة من الخونة المدافعة عن المشروع الغربي في قلب المنطقة. بتكلموا في إيه؟ أصبحت دلوقتي أفريقيا هي موطن الصراع. الصراع دلوقتي مش على النيجر، إنما الصراع دلوقتي صراع نفوذ، صراع على الموارد الطبيعية، مش حبا في النيجر ولا حبا في الديمقراطية ولا الكلام الفاضي ده كله اللي هم بيدعوه عبر وسائل الإعلام الغربية الموجهة، إنما هم بيدفعوا عن مصالحهم. المصيبة يا جماعة إن في تعليقات بتوصل لنا وقحة جدا وبتهاجمنا، يقول لك إيه انت عمال بتدافع عن روسيا كده ليه، انت عمال بتدافع عن النيجر كده، هي من بقية أهلك؟ لا، القضية مش كده. القضية نحن ندافع عن الحقيقة. كون ان الحقيقة وجعاك قوي مفيش داعي انك انت تهاجمنا، لان شكلك مفضوح قوي. احنا ما بندافعش عن حد، ولكن بندافع عن الحقيقة، والحقيقة ان ذلك الذي يحدث في قلب دولة النيجر ليس انقلابا بالمرة، ولكنه إرادة شعبية بتحاول تتحرر من بقايا الاستعمار الفرنسي الامريكي الغربي الموجود في دول غرب افريقيا حتى اللحظة الراهنة. هو ده اللي بيحصل. وزير الخارجية الايطالي انطونيو تاياني قال يتعين على المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا اللي هي الإكواس تمديد المهلة اللي منحتها للنيجر لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى منصبه. ادلهم فرصة تانية. عاوز أقول لحضراتكم كل يوم بيمر بيأتي لصالح شعب النيجر مش لجيش النيجر. يعني شعب النيجر شايف وحاسس ومدرك وعارف ان فرنسا عمرها ما هتكون دولة صديقة، لان فرنسا لها 1500 عسكري موجودين في قلب القواعد العسكرية الفرنسية. احتلال بياخدوا جزء كبير جدا من اليورانيوم اللي بيحتاجوه عشان القدرات النووية وعشان ينوروا فرنسا، بياخدوا جزء كبير من النيجر، بياخدوا الماس، بياخدوا الذهب، بياخدوا الفحم، ده كله برخص التراب وبيرجعوه في شكل اعانات، وهم حاطين رجل على رجل ويقولوا احنا بندعم شعب النيجر، على الرغم من ان فرنسا هي اللي مدعومة من شعب النيجر. بينهبوا وبيسرقوا ثروات شعب النيجر ويقول لك احنا كتر خيرنا، احنا قررنا نعاقب اساسا النيجر بان احنا نحرمها من المساعدات. مساعدات مين يا روح امك؟ مساعدات مين؟ ده شعب النيجر هو اللي بيقدم المساعدات لشعب فرنسا. لكن مع الاسف الموازين مقلوبة. إيطاليا بدأت تدق أجراس الخطر وتقول ادلهم فرصة تانية. هو المقصود مش فرصة تانية، هو المقصود ان كل دقيقة زي ما قلت لحضراتكم بتمر بتتحقق او بتتثبت إرادة شعب النيجر ان هو يتخلص من كل الموالين للقوى الغربية. إيطاليا عارفة كويس جدا ان لو حصل تدخل عسكري في قلب النيجر هيبقى صراع عالمي، أشبه بالضبط زي اللي بيحصل في قلب أوكرانيا. هتتورط فيه الدول الأوروبية لأن فرنسا هتتدخل عسكريا، يبقى في الحالة دي غصب عن دول أوروبا هتتدخل دفاعا عن فرنسا. النتيجة أمريكا كمان هتتدخل عشان ينوبها من الحب جانب. النتيجة إن طبيعي النيجر هتروح وتطلب دعم أقرب القوى الصديقة زي روسيا، روسيا هتتدخل. النتيجة دول أوروبا كلها هتتورط ورطة طين فوق أراضي النيجر وحتندك.
هيبدأ الصراع مرة أخرى على المستوى العالمي. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية مهتمة بالنيجر لمواردها الطبيعية خاصة، وإن الموارد ما بتروحش لروسيا إنما لحلفائها الغربيين وليها، وتخشى أمريكا من إن النيجر تطلب مساعدة روسيا، روسيا هتتدخل. تعالى بقى نتحاسب فوق أراضي النيجر، تتحول إلى حرب عالمية أخرى. في كل الأحوال حتى لحظة تسجيل هذه الحلقة، شعب النيجر هو الذي حقق الانتصار بعيدا عن أمريكا وبعيدا عن روسيا. شفتوا حضراتكم ادي محطة البي بي سي مستخدمة المصطلح ايه؟ انقلاب النيجر، اتقلبتوا على ظهوركم. طبعا الكلام موجه لوسائل الإعلام الغربية. انقلاب النيجر، المجلس العسكري يغلق المجال الجوي ردا على التهديد بتدخل عسكري. فرنسا تعلق مساعدتها لبوركينا فاسو بسبب موقفها من الانقلاب في النيجر. طبعا راديو فرنسا 24 تم حظره أساسا في النيجر بسبب طبعا المواقف المشبوهة لوسائل الإعلام الفرنسية. إيطاليا تدعو دول إكواس لتمديد مهلة النيجر. يعني يا أخوانا احترموا نفسيكم وحاولوا أنكم تتراجعوا نفسيكم، لأن وعدكم طين خلال الفترة اللي جاية. أجواء النيجر بلا طائرات، الإنقلابيون في اختبار قوة بعد انتهاء المهلة. حتى قناة العربية نفسها مع الأسف مستخدمة كلمة الإنقلابيون. معرفش طبعا، ما عندناش إعلام عربي مع الأسف، احنا عندنا مجموعة من الكفتجية. الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تخسر نفوذها في أفريقيا بالكامل بسبب النيجر. فرنسا تدعو مواطنيها في دول الساحل لاتخاذ أعلى درجات الحذر. شفتوا حضراتكم وسائل الإعلام العربية ماشية ازاي؟ ماشية من غير ما تشغل دماغها، ماشية من غير ما تفكر فين مصلحتك. عدو عدوي صديقي، وبناء عليه احنا دلوقتي في الهم سواء. يعني اللي بحصل في قلب دولة النيجر ليس هو انقلابا بقدر ما هو إرادة شعبية بتحقق إرادة شعب النيجر. وليس أدل على ذلك من خروج آلاف مؤلفة من شباب وكبار النيجر في قلب الميادين. يبقى ده اسمه انقلاب ازاي؟ بناء على اي اساس؟ وسيادتك بتستخدم لمصطلح الانقلابيون، طب من غير ما تشغل دماغك، هو ايه الفارق ما بين الانقلاب والثورة الشعبية؟ المجلس العسكري زي ما قلت لحضراتكم في مقدمة الحلقة هو الذي عبر عن الارادة الشعبية في النيجر، لان محمد بزوم اساسا فاتح ابواب النيجر لنهبها لصالح القوى الغربية وفي المقدمة منها فرنسا. بينما يتضور شعب النيجر جوعا، النتيجة كان لازم المجلس العسكري يحقق الإرادة الشعبية، فحدث ما حدث. أراكم على خير.